السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية من الفضائية الشادية من إنجمينا. وقبل البداية في النشرة الإخبارية، وكما عودناكم هناك أضيف النشرة في هذه النشرة، نستضيف الدكتور زكريا محمد صالح نائب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ، لكي نناقش معه حول زيارة الوفد السوداني لتشاد. في البداية مساء الخير دكتور زكريا محمد صالح. إذا استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي الوفد السوداني الزائر بقيادة المهندس إبراهيم حامد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني ومستشار الرئيس السوداني، حيث شرح الوفد لرئيس الجمهورية أهم البنود التي تم الاتفاق عليها. نتابع هذا التقرير مع زميرة شفا صنطح. في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية السودان وتشاد وبين حزبي الحركة الوطنية للإنقاذ والمؤتمر الوطني السوداني، جاء المهندس إبراهيم حامد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني على رأس وفد رفيع المستوى رفقة السفير السوداني لدى البلاد لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وبعد يومين من جلسات العمل والتباحث التي جرت بين مسؤولي الحزبين والتي ركزت في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جاء الوفد السوداني لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. اللقاء الذي حضره معاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني شرح فيه رئيس الوفد أهم البنود التي تم الاتفاق عليها والهادفة إلى تفعيل السياسة واقعيا، خروجه من المقالة بقوله: إن اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سمح لهم شرح ما تم الاتفاق عليه وما يقوم به مسؤولي الحزبين في المستقبل القريب، ووضع آلية تساعد في تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. التقينا بفخامة الرئيس إدريس ديبي ونقلنا له ما تم الاتفاق عليه، سواء كان في الجوانب السياسية بين الحزبين أو هذه الدورة وكانت بتركيز خاص على القطاع الخاص والاقتصاد والتجارة بين الدولتين. أيضا تم تنوير السيد الرئيس بما تم الاتفاق عليه بين الحزبين وما تم الاتفاق عليه بين القرف التجارية في السودان وشاد. أنا أعتقد أن هذه الزيارة كانت زيارة عملية لننقل العمل السياسي للمصالح المواطنين بصورة مباشرة، لأن السياسة هي كل ما يصلح حياة الناس، لذلك كان التركيز في هذه الدورة هو لمصالح المواطنين في شاد السودان، بتشجيع التجارة، تشجيع الاستثمار، الربط بين أصحاب العمل والمستثمرين في السودان وشاد. ورغم أن هذه الزيارة سياسية، إلا أنها تصب في تقوية العلاقات الاقتصادية وتفعيلها، خاصة تأسيس منطقة تجارية حرة تربط البلدين عن طريق السكك الحديدية بدءا من بورسودان مرورا بالجنينة إلى أدرا وحتى داكار العاصمة السنغالية. في ظل العلاقات الحميمة التي تربط البلاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، سلم سعادة السفير الإماراتي لدى البلاد محمد الشمسي رسالة خطية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، تحمل في طياتها دعوة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من قبل معالي محمد بن زايد آل نهيان ولي أبو ظبي لحضور منتدى الصحة العالمي الذي ستحتضنه مدينة أبو ظبي في شهر نوفمبر القادم. رشاد حسن طه للمرة الثانية. بعد أيام من تقديمه أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لدولة الأمارات بالبلاد، جاء اليوم السيد محمد الشمسي لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بهدف تقديمه رسالة خطية تحمل في طياتها دعوة السيد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حضور منتدى الصحة العالمي الذي ستحتضنه مدينة أبو ظبي خلال شهر نوفمبر القادم تحت عنوان العمل معا من أجل القضاء على الأمراض المعدية، والذي سيعقد بالتعاون مع مركز كارتر. محمد الشمسي
سفير دولة الإمارات بالبلاد عقب خروجه من المقابلة أكد بأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رحب بالفكرة، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الفاعل الذي يليه فخامة رئيس الجمهورية للصحة. بلغنا هناك دعوة من سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة الرئيس إدريس ديبي رأس الدولة، دعوة إلى المنتدى العالمي للصحة اللي بيكون في أبوظبي في تاريخ 15 نوفمبر إن شاء الله، ووصلنا هذه الدعوة إلى فخامة الرئيس. طبعا ناقشنا مع فخامة الرئيس تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، ونحن نعمل كدولة الإمارات مع جمهورية تشاد ومع فخامة الرئيس إدريس ديبي إلى تطوير هذه العلاقة إن شاء الله. يذكر بأن هذا المنتدى يحضره عدد من كبار القيادات الصحية للبحث على أكبر القضايا الصحية في العالم. أهدى صباح اليوم الشاب ناير أبكر الذي مثل البلاد في مسابقة شباب فضاء الدول الفرنكفونية في العالم جائزته التي نالها لدى مشاركته في المسابقة التي أجريت بدولة ساحل العاج، أهداها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بعد نيله الجائزة الثانية لمسابقة الشباب في فضاء الدول الفرنكفونية في العالم التي أجريت في 16 من سبتمبر الجاري بدولة ساحل العاج، جاء الشاب ناير بكر ممثل تشاد في هذه المسابقة التي جمعت 411 شابا جاءوا من 35 دولة في العالم ليقدمها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وخلال المقابلة التي حضرتها وزيرة الشباب والرياضة والمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشباب، سلم ناير الجائزة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مهديا إياها للشعب التشادي. مشاركة ناير جاءت في الشراكة والشباب والتي تضمنت ثلاثة حقائق تصب في تجهيز البلاد للصالون الطلاب الأفريقي وتجهيزها لملتقى الشباب الأفريقي فضلا عن الشراكة الفاعلة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو شجع ناير وطلب منه المواصلة في مثل هذا الطريق ليكون مثلا للآخرين من الشباب. وما أن خرج من المقابلة قال ناير بكر: إنني سعيد اليوم لتمثيل بلدي والعودة إليه بجائزة أهديها إلى كافة الشعب التشادي. داير نشكر للرئيس سون اكسلنس إدريس ديبي إتنو للسوتيان والموتيفاسيون انتانا في ايفينمون السنه سنه لي جينيس افريكان السالون دي ليتيديان ولا الفوروم بان افريكان لا جينيس كل ايفينمون داغي وصف كدار تشاد اندا بلاصا في افريك او جينيس انا تشاد اندا غودرا توا بري ليغيتا في كوت ديفوار بري انا تشاد كله بري انا ديفلوبمون غينا بري انا جينيس انا تشاد غينا او داير كدار al prix mayaga ilaoud wibes yaga prix katir le chad inshallah nawino lel developpement na payagna. يذكر بان هذه المسابقه جرت بمدينه ابيجان عاصمه ساحل العاج، حيث جمعت الشباب للتنافس واظهار ابداعاتهم ومواهبهم.